متابعينا متابعي موقع بصراحة الأخبار، ما زلنا معكم هنا من داخل منطقة العمرانية. يمكن الحقيقة الكل النهاردة صحي على خبر انهيار عقار داخل منطقة العمرانية، ونتج عنه الحقيقة يعني وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة اللي بتسكن في العقار المقابل للعقار المنهار، واتفاجئت طبعا يعني بانهيار المبنى المقابل للعمارة اللي بتسكن فيها تلك الفتاة. وطبعا يعني ما لحقتش الحقيقة ان هي تتحرك او تخرج بره المنزل، ولفظت انفاسها الاخيرة داخل المنزل اللي بتسكن فيه. الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة خبر يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق داخل منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، ويعني أسفر عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة كانت موجودة داخل المبنى وداخل البيت اللي ملاصق للمبنى المنهار. الحقيقة واحنا بنسأل احد شهود العيان عن الحادث بيقول ان هو طبعا كان موجود داخل المكان وسمعه هبدة قوية جدا، وده اللي يعني اضطرب الناس كلها وجرت على المكان واتفاجئوا بان وجود الامارة وقع على المجاورة ليه. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ ازي حالك؟ بقى لله. بقى لله. تقول لي انت من الناس الموجودين هنا. اه. يعني سمعت وايه اللي حصل؟ الساعة حوالي 12 ل 10 كده حسينا بالدب، العمارة راحت واقعة على البيت اللي قدامنا. اه. في بنت كانت نايمة في الأوضة. في البداية سمعته هبدة. اه. اه كان الساعة كام؟ 12 ل 10. 12 ل 10. في بنت نايمة في الأوضة، الحيطة وقعت عليها ماتت. كانت موجودة في الـ في الـ في, الـ في العمارة اللي قصادها. اه مش نفس العمارة اللي وقعت يعني؟ في العمارة. اه في الشهر. في الشهر اللي كانت اللي وقعت دي ما فيهاش حد. اه كانت خالية من الشباب. اه الكلام ده كان بالليل يعني في الساعة 12 ل 10. اه سمعتوا ايه وايه اللي حصل يعني؟ دب، العمارة دب والدخانة قامت والدنيا طلعنا نجري، كسرنا الشقة على البيت لقيناها ميتة. كانت يعني توفت على في الوقت على طول. لما وديناها ام المصريين كانت منتهيه. العمارة اللي وقعت دي بقى لها كام سنه؟ من زمان. فوق ال 40 سنه. يعني قديمه برضه. اه فوق ال 60 سنه. اه ما كانش فيها حد، اللي وقعت ما كانش فيها حد. كلهم عزلوا منها. اه. كلك كان عزلوا منها، لكن البيت اللي البيت اللي كان قصاده كان فيه ناس. اه. الفتاة اللي توفت دي كان معاها حد في بيتها ولا كانت لوحدها؟ اه بس يعني هو دور مفتوح على بعضه. فاخواتها وامها كانوا الناحية الثانية. اه على ما سمعوا الدب طلعوا خبطوا عليها الباب مقفول، كسروا الباب دخلوا اليوم. كانت توفت على طول. انت من المكان هنا بقالك زمن يعني؟ على علاقة بأهلها و البنت اللي ماتت ابوها ابن خالي. انت تعرفها مع يعني؟ ابن خالي بقول لك. أيوه. ابوها ابن خالي. ايوه. ابوها متوفى لي سنه في المانيا وجبناها، وهي برضو جت من المانيا لها اسبوع. ايوه ايوه. هي تزور ابوها عشان الثانويه. ايوه. المكان هنا مشكله في تربه المكان مثلا بتوقع العماير ولا المبنى عشان قديم بقى برضه؟ يعني مفيش حاجه حصلت في نفس المكان نفس الحته؟ وبعدين هم يعني زي ما تقول اللي هم اصحاب البيت سكان قديمه يعني من ايه من 4 جنيه وال 5 جنيه وبتاع. اه عشان اعمل تنكيس ما راضينش اعمل تنكيس. ده كان ايجار قديم. اه فبالنسبه لهم اه لا احنا نعمل لكم، احنا بنلم منه ايه 4 جنيه والميه كانت مبركه في الشقه الدور الارضي ولا سالين على اي حاجه. يعني كان في برضه نشا تحت في البيت. آه برضه حاجات. آه كلها يعني تؤدي للسقوط. ايوه. والسكان عامله فيهم شكاوي كذا مره وما ما تلحلحوش ما استجابوش للموضوع. لا 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 لا.
اول ما سمعتوا الهبدة الناس جارت على المكان وبدات تتعامل بدا يتعامل الشباب اتحركت كله اتحرك شباب وبس كل الدنيا ان منظر ما كان رهيب يعني طبعا انت اتفاجئتوا بحاجه زي كده في المكان مش كان متوقع البيت اساسا يعني قديم بس محدش كان يتوقع انه يقع بالطريقه دي هو ممكن يقع مره واحده حد يتوقعها يعني مره واحده لكن البيت اللي كان فيه الفتاه ده كانت اسره بس هي مكانها كان فيه بقى يعني اشمعنى هي بس اللي حصل لها في البيت في الاوضه اللي في الفوش العماره الثانيه يعني لانه على ده على ناصيه وده على ناصيه فمالت على البيت اللي قصاده طبعا كانت قصادها يعني العماره اللي وقعت كانت مقابله ليها فقعت احنا بنعزيك وبنقول لك البقاء لله وربنا يا رب يعني لكن حاليا تحت العماره مفيش حد بقى يعني لا انتوا كاهالي شايفين ان ما كانش في حد يعني لا مفيش حد لا ربنا كرمنا مفيش حد معدي في الشارع لان الشارع حي وفي ناس بتمشي ايوه بس هو كان معدي يعني الحركه فيه قليله يعني بالنسبه للساعه 12 بالليل وبتاع كانت الناس خفيفه مفيش عيال صغيره بتجري بتاع زي ما انت شايف كده مفيش صحيح البقاء لله الله شكرا متابعينا متابعي موقع بصيرة الإخباري يمكن زي ما حضراتكم شايفين الحقيقة دي الآثار الناتجة عن انهيار العقار اللي مكون من 5 طوابق في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة اللي أسفر عن يعني وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة الحقيقة أثناء وجودها داخل غرفتها في المنزل الملاصق لتلك العمارة اتفاجئت بجدار نزل عليها نتيجة انهيار العقار المقابل لتلك العمارة اللي بتسكن فيها تلك الفتاة الحية يعني الجيران اتفاجئوا بوجود يعني بمثابة هزة أرضية قوية وضربة في المكان على الفور يعني الكل الحقيقة بدأ ان هو يتوجه لمكان الحادث ويتفاجئوا بان وجود فتاة تحت الانقاض وعلى الفور الشباب الحقيقة ما تدخلوش جهد اطلاقا وتوجهوا على الفور وبدأوا ان هم قبل وصول الحماية المدنية كان الشباب الحقيقة بدأت ان هي تستخرج جثمان تلك الفتاة ويعني الحمد لله يعني ربنا يصبر اهلها ويعني يتقبلها من الشهداء مفيش ضحايا اخرى يعني غير تلك الفتاة اللي بتبلغ من العمر 18 سنة اللي بتسكن في المبنى المقابل للعمار المنهار هي على فور توجهت الحماية المدنية الى مكان الحادث وعملت كردون حظر وحول منطقة لمنع مرور المواطنين حول تلك العقار وجت يعني منذ قليل اتت الى مقر الحادث هيئة يعني تابعة للحماية المدنية وعملت معاينة للمكان للتأكد من سلامة كل العقارات المقابلة والملاصقة للعقار المنهار متابعينا متابعي موقع بصيرة الإخباري دمتم في رعاية الله وأمن كل عام وحضراتكم بألف خير كان معكم أحمد قدومة استنونا في لايف جديد ولسه مكملين مع حضراتكم آخر تفاصيل تلك الواقعة